مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة مع اندفاعتي وتواجدنا بأشواط الأصالة وأشواط التراث، أشواط رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الإجن العربية الأصيلة. نواصل مشاهدي الكرام مع تحديات هذا الصباح وانطلاقة الشوط الثاني عشر لفئة الثنايا القعدان. ينطلق من مسافة 8 كيلومترات الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات اللامعة الباحثة عن النصر والناموس. هناك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول بهذا المسار وبهذا التحدي. نتواصل معكم مع البداية ومع اندفاعة المقدمة مباشرة. هناك ما يخاف علي بن سلطان بن ناصر الحميدي مع المقدمة، ينطلق مع البداية ومع صدارة الشوط، بينما المركز الثاني نتابع التحدي مع زعفران عبد الله بن سيف بن سالم الخيالي مع المركز الثاني. يواصل مسيرة الضغط على ناموسي هذا الشوط، بدأ يتسلل بدوره إلى المقدمة إلى التحديات الأولى، بينما المركز الثالث الله وصل عازف العود سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي، وصل مع المركز الثالث أحد الأسماء اللامعة في عالم سباقات الإجن العربية الأصيلة، يصل في هذا الشوط ويتقدم إلى المنافسة مع المركز الثالث بشعار المحنك سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. يقدم لنا عازف العود على المركز، عازف العود على المركز الثالث، المركز الرابع. نتابع التحدي والانطلاق بهذه المنافسة للطام. خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي يصل مباشرة إلى المركز الرابع، المركز الخامس. نتابع العابر جابر بن فهيد بن زبدان المري أيضا يتواجد بتحدياتي ومسار هذا الشوط. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على زمام الأمور المنطلقة بتحدياتي هذا الشوط. أول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الأسماء اللامعة والمتميزة في عالم سباقات الإجن العربية الأصيلة. نتواصل مع التحدي من أرضية ميدان التحدي، العودة دائما مع البداية ومع التحديات الأولى. هناك من سيطر ومن انطلق في المقدمة، زعفران من يبحث عن التكريم، والزعفران من يبحث عن الانتصار والناموس، يتقدم في مسار هذا الشوط على اول المراكز. عبد الله بن سيف بن سالم الخيالي مع مقدمة الشوط يسيطر ويقدم لنا زعفران مع المركز الاول. نتابع المركز الثاني، نتابع ما يخاف علي بن سلطان بن ناصر الحميدي مع المركز الثاني، يصل بموقع التحدي والمنافسة، بينما المركز الثالث نتابع انطلاقة لطام خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي أيضا يصل إلى موقع التحدي والمنافسة، بينما المركز الرابع نتابع الغدوم بأول نداء مرسال غانم بن فارس بن خميس المزروعي أيضا يصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة، بأول نداء مرسال من أرسل وكلف بتحديات هذا الشوط لخطف الناموس ولخطف الأنجاز مع تحديات ومسار التحدي. نتابع المركز الخامس، هنا عازف العود أيضا متواصل ويعزف لحن المنافسة والتحدي على العود المشارك بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الأولى. المحنك سعيد بن راشد بن قدير اكتبي يواصل مسيرة التحدي والمنافسة على المركز الخامس مع عازف العود، ولكن من غير واحتل المركز الخامس. هناك الانطلاق والتحدي مع المنافسة ومسار هذا الشوط بهذه الانطلاقة الموفقة وبهذه التحديات وبمسار هذا الشوط. نتابع تحديات المركز الخامس المتواصل بمسيرة هذا
الشوط بن معتوق العامري يتواصل على المركز الخامس، ينطلق مع التحدي والمنافسة، يشارك بمنافسة هذا الشوط، يتقدم إلى دائرة النداء، إلى دائرة المنافسة، إلى دائرة الخمس المراكز الأولى. نتابع التحدي، هناك مشغل أحمد بن ناصر بن وني الهاشمي مع المركز الخامس، يتسلل بدوره إلى المركز الرابع. نتابع نداءنا مع المركز الخامس، هنا القدوم والانطلاق والتحدي مع تحديات هذا الشوط. المنطلق بمسار هذا الشوط الذيب رامز بن عامر بن قنوش العامري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء، المتنافسة من أجل الانتصار ومن أجل السيارة التي رصدت لناموس هذا الشوط. نتابع التحدي ونتابع المنافسة من أرضية ميدان التحدي بهذا المهرجان وبهذا الكرنفال المتميز والجميل، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل مع هذا المهرجان السنوي مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة المنطلقة مع ميدان التحدي. نتقدم إلى البداية والعودة دائما إلى صدارة الشوط. المقدمة هناك مع زعفران، ما زال يحافظ وما زال يسيطر على زمام الأمور. عبد الله بن سيف بن سالم الخيلي يقدم لنا زعفران مع التحديات الأولى ومع مقدمة الشوط. ما زال زعفران يبحث عن التكريم بهذه الانطلاقة الموفقة مع صدارة الشوط، ما زال يحافظ وما زال يسيطر على زمام الأمور. نتابع المركز الثاني، نتابع التحدي، هناك للطام خليفة بن حمد بن عيه الشامسي يتقدم إلى المنافسة ويتقدم إلى الصراع من أجل الإنجاز. نتابع المركز الثالث، هناك الغدوم وهنا الوصول مع مشغل، من يريد أن يشغل جميع المشاركين ويخطف الناموس ويخطف السيارة. أحمد بن ناصر بن وني الهاشمي يتقدم إلى الثلاث المراكز الأولى المنفردة في مقدمة الشوط والمسيطرة على صدارة الشوط. نتابع الغدور ونتابع الانطلاق مع التحديات، المركز الرابع الذيب رامس بن عامر بن قنوش العامري يصل مع المركز الرابع، يتقدم إلى المنافسة والتحدي مع وصوله إلى المركز الرابع. المركز الخامس، هناك الانطلاق والتحدي مع تواجد مرسال غانم بن فارس بن خميس الفندي المزروعي، يتقدم إلى دائرة النداء والمنافسة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للمرة التالية على التوالي. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام كاملة مكملة بين الخمس المراكز الأولى المتنافسة من أجل الناموس، المتنافسة من أجل السيارة ومن أجل أن يسجل له نقطة بهذا المهرجان الكبير وبهذا الحفل المتميز. نتابع تحديات هذا الشوط، نتابع المقدمة، العودة مع مقدمة الشوط ومع التغيرات التي جرت في أول المراكز. هناك الانطلاق، هناك التحدي مع الطام، من انطلق وتسلل بدوره إلى بداية هذا الشوط. خليفة بن حمد بن عية الشامسي يتقدم إلى أول المراكز، يسيطر على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني هنا مشغل وصل بإشغال الجماهير، وصل بإشغال الجماهير والمتابعين بهذه الانطلاقة المتميزة. أحمد بن ناصر بن وني الهاشمي يتقدم مباشرة إلى المركز الثاني، يتابع الانطلاق والتحدي مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نتابع هناك الذيب رامس بن عامر بن قنوش العامري، أيضا بن قانوش العامري يتواصل مع التحدي والمنافسة بمسار هذا الشوط على المركز الثالث. المركز الرابع وصول زعفران، عبد الله بن سيف بن سالم الخيلي يواصل الزعفران مسيرة المنافسة وتحديات هذا الشوط، بينما المركز الخامس هنا الانطلاق والتحدي مع وصول هملول محمد بن حمد بن راعي الشيجة العامري، ينطلق مع المركز الخامس، يتسلل مباشرة إلى دائرة النداء وإلى دائرة المنافسة مع الخمس المراكز الأولى المسيطرة على زمام الأمور.
نتابع تحديات المقدمة، نتابع المنافسة على صدارة الشوط، نتابع أول المراكز والانطلاقة مع بن عيه الشامسي يتقدم إلى منافسة هذا الشوط. لطام خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي هو المسيطر مع الألف وخمسمائة متر الأخيرة الذي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. لطام مع البداية ومع التحديات الأولى، ولكن بن قانوش بدأ يتسلل إلى زمام الأمور، بدأ ينطلق مع البداية ومع التحديات الأولى. يقدم لنا الذيب رامس بن عامر بن قانوش العامري، ها هو يتقدم وينطلق مع البداية ومع التحديات الأولى. بن قانوش يريد أن يخطف ناموسي هذا الشوط مع انطلاقة الذيب على المقدمة وعلى التحديات الأولى. المركز الثاني وصل مشغل وأحمد بن ناصر بن وني الهاشمي مع الكيلومتر الخطير هنا وصول وهنا الانطلاق مع هملول محمد بن حمد راعي الشيجة العامري مع المركز الثالث. ورابعا الانطلاق والتحدي مع وصول الطام خليفة بن حمد بن عيه الشامسي، ولكن وصل صعب المضمرين لافي مع سعيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، وأيضا الوصول والانطلاق مع الزعفران حامد بن ناصر بن علي النعيمي مع المركز الخامس. ولكن أعود مع البداية، أعود مع الصراع، أعود مع النزاع، أعود مع بن قانوش واللحظات الأخيرة ولعت الذيب رامس بن عامر بن قانوش العامري، ولكن راعي الشيجة يصل مع اللحظات الأخيرة، يصل مع ناموس هذا الشوط. هملول محمد بن حمد بن راعي الشيجة العامري يصل بن مرخان، يريد أن ينتزع الناموس الثاني بمسيرة هذا الصباح. لفى إلى المنافسة مع سعيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، لافي والذيب، الذيب ولافي، هملول ولافي راعي الشيجة وبن مرخان اللحظات الأخيرة. راعي الشيجة سلام وتحية واحترام لمحمد لمدينة العين دار الزين. يتقدم محمد بن حمد بن راعي الشيجة العامري يفوز وينتزع ناموس في هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصل لافي سعيد بن سلطان بن مرخان الاكتب. المركز الثالث مذهل وصل مع المركز الثالث سعيد بن أحمد بن محمد بالكيلة العامري. المركز الرابع وصول الذيب لرامس بن عامر بن قانوش العامري. المركز الخامس وصول زعفران حامد بن ناصر بن علي النعيمي مع المركز الخامس. هذه منافسة هذا الشوط مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان. هملول هو من انتزع ناموس هذا الشوط وحقق الإنجاز مع التحدي والمنافسة، وجاء بتوقيت زمني وقدره من مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 14 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهاني ألف مبروك لمحمد بن حمد راعي الشيجة العامري على فوز هملول بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل لافي بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 15 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن سلطان بن مرخان اكتبي. المركز الثالث وصل بهذه اللحظات مذهل بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 15 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسعيد بن أحمد بالكيل العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.